الإمام الشافعي الفقيه والأديب، تأليف أحمد العربي، يقرأه عليكم الدكتور محمد حسين أبو الفتوح. الإمام الشافعي سيرته وعلمه. بسم الله، نستعينه ونستهديه، ونصلي ونسلم على خاتم الأنبيين وقدوة الهداة المصلحين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والسائرين على سنته ونهجه. الإمام الشافعي علم من أعظم أعلام الإسلام، ومنار من أعلى منارات الهدى والرشاد، وعبقري من ألمع عباقرة العلوم والمعرفة، ومثل رائع للشباب الكادح الطموح، بلغ من العلم أبعد غاياته، وحاز من الشرف والمجد أسمى درجاته. ذلك هو الفتى المطلبي القرشي محمد بن إدريس بن العباس بن شافع بن السائب، ينسب إلى جده شافع، وينتهي نسبه إلى عبد مناف بن قصي، حيث يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم في جده عبد مناف. وقد لقي جده شافع النبي صلى الله عليه وسلم، ونال شرف صحبته، وكذلك جده السائب. ومما يدل على سمو منزلة هذه الأسرة في قريش أن جده السائب كان صاحب راية بني هاشم يوم بدر، فأسر وفدى نفسه ثم أسلم. فقيل له: لما لم تسلم قبل أن تفدي نفسك؟ فقال: ما كنت لأحرم المؤمنين من مطمع لهم في. ويروى أن السائب اشتكى من مرضه ألم به، فقال عمر رضي الله عنه: اذهبوا بنا نعود السائبة، فإنه من مصاصة قريش، كما يؤكد هذه المنزلة في صدر الإسلام أن عبد الله بن السائب أخا شافع كان واليا على مكة، وأم الشافعي يمنية من الأزد، وقد دلت تربيتها وحسن توجيهها للشافعي على ما كانت تتمتع به من حصافة ونباهة وقدرة على الاطلاع بمهام الأمومة على أفضل وجه. وحسبنا القصة الطريفة الآتية دليلا على ما كانت تمتاز به هذه المرأة الجليلة من قوة الشخصية وحسن الإدراك وبراعة المنطق. يروى أن أم الشافعي شهدت عند قاضي مكة هي وامرأة أخرى، فأراد القاضي أن يفرق بين المرأتين، فقالت له أم الشافعي: ليس لك ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فرجع القاضي لها عن رأيه. مولد الشافعي ونشأته. كانت مكة موطن أسرة الشافعي، إلا أن والده إدريس هاجر إلى فلسطين ومعه زوجه أم الشافعي لحاجة ألجأته إلى ذلك،
وفي غزة إحدى مدن فلسطين الشهيرة ولد الشافعي رضي الله عنه سنة 50 و100 من الهجرة. وبعد ولادته بقليل توفي والده وقامت أمه بحضانته خير قيام. ولما بلغ من العمر سنتين حملته أمه إلى مكة لينشأ بين قومه وعشيرته. وفي أم القرى تلقى تعليمه الأولي مبتدئا بحفظ القرآن الكريم، وقد لقي في المراحل الأولى من تعليمه من العناء والجهد ما كان أبلغ محك لعلو همته ومضاء عزيمته، كما كان أقوى حافز لتتضح مواهبه، مما جعل من الفتى المكي خير أسوة لطلاب العلم والمعرفة وأروع مثل للشبان الطامحين إلى المجد والرفعة. وفيما يلي صور موجزة لبعض ما عاناه الشافعي في طلب العلم وما بذله في هذه السبيل من جهود وما كان يتحلى به من المعية وهمة قعساء. روي أنه لما أسلموه إلى المعلم ما كانوا يجدون الأجرة التي يتقاضاها المعلم من أمثاله، فكان يقصر في تعليمه، وكان الشافعي يتلقف ما يعلمه المعلم للصبيان، ثم إذا قام المعلم من مكانه أخذ الشافعي يعلم الصبيان ما تلقفه، فنظر المعلم فرأى الشافعي يكفيه من أمر الصبيان أكثر من الأجرة التي كان يطمع فيها، فترك طلب الأجرة منه، واستمر الشافعي على هذه الحال إلى أن حفظ القرآن الكريم. ويروى عن الشافعي أنه قال: لما ختمت القرآن دخلت المسجد، يعني المسجد الحرام، فكنت أجالس العلماء وأحفظ الحديث والمسألة، وكان منزلنا بشعب الخيف، وكنت فقيرا لا أملك ما أشتري به القراطيس، فكنت آخذ العظم وأكتب فيه. وروى صاحب معجم الأدباء عن الشافعي في هذا الصدد ما خلاصته: لما خرجت من الكتاب كنت أتلقف الخزف الفخار والدفوف الجلود وكرب النخل وأكتاف الجمال أكتب فيها الحديث. ثم يقول: وكان لأمي حباب، أي جرار، فملأتها أكتافا وخزفا وكربا مملوءة حديثا، ثم إني خرجت عن مكة فلزمت هذيلا في البادية أتعلم كلامها وآخذ طبعها، وكانت أفصح العرب، فبقيت فيهم أرحل برحيلهم وأنزل بنزولهم. فلما رجعت إلى مكة جعلت أنشد الأشعار وأذكر الآداب والأخبار وأيام العرب. فمر بي رجل من الزبيريين من بني عمر فقال لي: يا أبا عبد الله، عز علي ألا يكون مع هذه اللغة وهذه الفصاحة والذكاء فقه، فتكون قد ست أهل زمانك. يقول الشافعي: فقلت: فمن تقصد؟ يعني ممن يؤخذ عنهم الفقه.
فقال لي: مالك بن أنس سيد المسلمين يومئذ؟ قال الشافعي: فوقع في قلبي، أي أنه استحسن هذا الرأي، فعمدت إلى الموطأ، موطأ الإمام مالك أحد أمهات كتب السنة المعتبرة، فاستعرته من رجل بمكة، فحفظته في 9 ليال ظاهرا عن ظهر قلب. وبعد ذلك أخذ الشافعي يستعد لرحلته إلى الإمام مالك، وذلك ما سنذكره بعد أن نورد جملة نلم فيها بثقافة الإمام الشافعي المتعددة النواحي والمصادر قبل توجهه بكليته إلى الفقه. لقد مر بنا آنفا أخذه الفصحى عن هذيل، وقد بلغ فيها الذروة كما شهد له بذلك أئمة اللغة وجهابذتها. قال صاحب وفيات الأعيان: كان الشافعي كثير المناقب، جم المفاخر، منقطع القرين، اجتمعت فيه من العلوم بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة رضي الله عنهم وآثارهم واختلاف أقاويل العلماء وغير ذلك من معرفة كلام العرب واللغة العربية والشعر، حتى إن الأصمعي مع جلالة قدره في هذا الشأن قرأ عليه أشعار الهذليين ما لم يجتمع في غيره. ونقل ابن عبد البر عن الزعفراني أنه قال: ما رأيت أحدا قط أفصح ولا أعلم من الشافعي، كان أعلم الناس وأفصح الناس، وكان يقرأ من كل الشعر فيعرفه، ما كان إلا بحرا. وعن ابن هشام أنه قال: كان الشافعي حجة في اللغة. ولقد ذكر المرحوم العلامة الشيخ مصطفى عبد الرازق في كتابه تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية نبذة نفيسة عن ثقافة الشافعي الواسعة الآفاق المتعددة الفنون والمعارف، أنقلها بشيء من الإيجاز فيما يلي. وقد تفقه الشافعي أول ما تفقه على أهل الحديث من علماء مكة كمسلم بن خالد الزنجي وسفيان بن عيينة، ثم ذهب إلى إمام أهل الحديث مالك بن أنس في المدينة فلزمه ولقي من عطفه وفضله ما جعله يحبه ويجله، على أن نشأة الشافعي لم تكن من كل وجه نشأة أهل الحديث ولا استعداده استعدادهم. لقد توجه في أول أمره إلى درس لغة والشعر والأدب وأخبار الناس، ولم يقطع صلته بهذه العلوم حين وصل حبله بأهل الحديث الذين كانوا لا يرونها من العلم النافع. ثم يقول بعد ذكره لبعض الشواهد على ذلك: وكان الشافعي بطبعه مهما في العلم شديد الرغبة فيه، يلتمس كل ما يجده من فنونه. وقد ذكر من ترجم له أنه اشتغل بالفراسة حين ذهب إلى اليمن وعالج التنجيم والطب، وربما كان درسهما في إحدى رحلاته إلى العراق، حيث كان التنجيم يعتبر فرعا من فروع العلوم الرياضية، وكان الطب فرعا من العلم الطبيعي. ثم يقول: وكان الشافعي مغرا بالرمي والفروسية، ولم يكن في كهولته يأنف من الوقوف عند مهرة الرماة،
يدعو لهم ويمدهم بالمال. ثم نقل عن شمس الدين الصفدي في صفة الشافعي قوله: وكان مقتصرا في لباسه يتختم في يساره، وكان ذا معرفة تامة في الطب والرمي، وكان أتجع الناس وأفرسهم، يأخذ بأذنه وأذن الفرس وهو يعدو. وذكر الشيخ مصطفى عبد الرازق أيضا في ترجمة الإمام الشافعي أنه كان متأثرا في خلقه وخلقه بالرياضة البدنية التي شغف فيها منذ الصغر، فكان جسمه جسم الرياضيين وخلقه خلق الرياضيين. وقد روي عن الإمام الشافعي أنه كان يحدث عن طفولته فيقول: وكانت مهمتي في شيئين، في الرمي وطلب العلم، فنلت من الرمي حتى كنت أصيب من 10 10، وفي رواية من 10 9. وسكت عن العلم فقال بعض من كان يستمع إليه: أنت والله في العلم أكثر منك في الرمي. ومما يشهد لهذه النزعة والهواية الرياضية لدى الشافعي ما ذكره ابن عبد البر عن المزني من قوله: خرجت مع الشافعي يوما إلى الأكوام، فمر بهدف فإذا برجل يرمي بقوس عربية، فوقف عليه الشافعي ينظر، وكان حسن الرمي، فأصاب بأسهم، فقال له الشافعي: أحسنت، بارك الله فيك. ثم قال لي: أمعك شيء؟ قلت: معي 3 دنانير. قال: اعطه إياها واعتذر عني أني لم يحضرني غيرها. رحلته إلى المدينة. قدمنا آنفا نصيحة الرجل الزبيري للشافعي بأن يتوجه إلى الفقه بعد أن بلغ في اللغة العربية والفصاحة تلك المنزلة الرفيعة مع ما وهبه الله إياه من ذكاء وألمعية. وفيما يلي نذكر ما أجاب به الشافعي الرجل الزبيري وما اتخذه بعد ذلك من خطوات في هذه السبل، نقلا من معجم الأدباء بشيء من التصرف. تقدم لنا أن الشافعي استعار كتاب الموطأ وحفظه عن ظهر قلبه. وفيما يلي يروي لنا الشافعي الخطوات التي اتخذها في سبيل لقاء مالك والأخذ عنه. قال: ثم دخلت إلى والي مكة وأخذت كتابه إلى والي المدينة وإلى مالك بن أنس. قال: فقدمت المدينة فأبلغت الكتاب إلى الوالي، فلما أن قرأ قال: يا فتى، إن مشي من جوف المدينة إلى جوف مكة حافيا أهون علي من المشي إلى باب مالك بن أنس، فلست أرى الذل حتى أقف على بابه. فقلت: أصلح الله الأمير، إن رأى الأمير يوجه إليه ليحضر. فقال: هيهات، ليت إني إذا ركبت أنا ومن معي وأصحابنا من تراب العقيق ملنا بعض حاجتنا. قال: فواعدته العصر وركبنا جميعا، فتقدم رجل فقرع الباب، فخرجت إلينا جارية سوداء، فقال لها الأمير: قولي لمولاك إني بالباب. قال: فدخلت فأبطأت ثم خرجت، فقال: إن مولاي يقرئك السلام ويقول: إن كانت مسألة فارفعها في رقعة يخرج إليك الجواب، وإن كان للحديث فقد عرفت يوم المجلس فانصرف. فقال لها: قولي له:
إن معي كتاب والي مكة إليه في حاجة مهمة. قال: فدخلت وخرجت وفي يدها كرسي فوضعته، ثم إذا أنا بمالك قد خرج عليه المهابة والوقار، فرفع إليه الوالي الكتاب. فلما بلغ إلى هذه الجملة: إن هذا رجل من أمره وحاله كذا وكذا، يعني الشافعي، ورغبته في التلقي عنه، فتحدثه وتفعل وتصنع، رمى الكتاب من يده ثم قال: سبحان الله، أوصار علم رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ بالوسائل؟ قال الشافعي: فرأيت الوالي وقد تهيب أن يكلمه، فتقدمت إليه وقلت: أصلحك الله، إني رجل مطلبي ومن حالي وقصتي. فلما أن سمع كلامي نظر إلي ساعة، وكانت لمالك فراسة، فقال: ما اسمك؟ قلت: محمد. فقال لي: يا محمد، اتق الله واجتنب المعاصي، فإنه سيكون لك شأن من الشأن. ثم قال: نعمة وكرامة إذا كان غد تجيء ويجيء من يقرأ لك. قال: فقلت: أنا أقوم بالقراءة. قال: فغدوت إليه وبدأت أقرأها ظاهرا غيبا، والكتاب في يدي، فكلما تهيبت مالكا وأردت أن أقطع أعجبه حسن قراءتي وإعرابي، أي إفصاحي وعدم لحني، فيقول: يا فتى زد، حتى قرأته في أيام يسيرة، ثم أقمت بالمدينة حتى توفي مالك بن أنس، ثم خرجت إلى اليمن فارتفع لي بها الشأن. ذكرت هذه القصة على ما فيها من بعض الطول لما فيها من صور رائعة لهذا الفتى المطلبي الطموح، تمثل علو همته وصبره وجرأته وألمعيته، كما تصور لنا ما اتصف به إمام دار الهجرة مالك بن أنس من جلال ووقار وتكريم للعلم وإعزاز لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد صدق من قال في من أهل المدينة: يأبى الجواب فما يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى، فهو المطاع وليس ذا سلطان. ورحم الله الجرجاني إذ يقول: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس تعظما. رحلته إلى اليمن. قال الشافعي: لما مات مالك كنت فقيرا، فاتفق أن والي اليمن قدم المدينة فكلمه بعض القرشيين أن أصحبه، فذهبت معه واستعملني في أعمال كثيرة وحمدت فيها والناس أثنوا علي. وقد أخذ الشافعي عن جماعة من أهل اليمن ويقولون إن الشافعي جمع كتب الفراسة من اليمن واشتغل بها حتى مهر فيها، وارتفع شأن الشافعي باليمن. ثم إن الحساد سعوا به إلى هارون الرشيد، وكان باليمن واحد من قواده، فكتب إليه يخوفه من العلويين، وذكر في كتابه أن معهم رجلا يقال له محمد بن إدريس الشافعي، يعمل بلسانه ما لا يقدر المقاتل عليه بسيفه، فإن أردت أن يبقى الحجاز عليك فاحملهم إليك. وحمل الشافعي من الحجاز مع قوم من العلوية
تسعة وهو العاشر إلى بغداد. ثم لما أدخلوا على الرشيد سألهم وأمر بضرب أعناقهم فضربت أعناق التسعة. ثم لما قدم الشافعي قال: يا أمير المؤمنين، لست بطالبي ولا علوي، وإنما أدخلت في القوم بغيا علي، وإنما أنا رجل من بني عبد المطلب بن عبد مناف، ولي مع ذلك حظ من العلم والفقه. وقد استطاع الشافعي بلباقته وفصاحته أن يقنع الرشيد ببراءته، فأطلقه الرشيد وأكرمه. الشافعي بين مكة وبغداد. تقدم لنا أن الشافعي أخذ عن محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة في إحدى رحلاته إلى بغداد، وفي أثناء إقامته في بغداد كان يناظر العراقيين في فقههم ويعتبر نفسه تلميذا لمالك. إلا أنه لما اطلع في العراق على آراء غير آراء أستاذه مالك، وعلى منهاج في الفقه غير منهاج مالك، أخذ يدرس ويوازن بين هذه الآراء والمناهج المختلفة. وعندما عاد إلى أم القرى عكف على هذه الموازنة بجوار بيت الله الحرام، إلى أن خرج على الناس بمذهب مستقل به مغاير لمذهب مالك ومذهب أبي حنيفة، كما خرج على الناس بقواعد الاستنباط، وهو ما عرف بعد بعلم أصول الفقه الذي يعزى إليه استنباطه. ولقد أحسن الأستاذ محمد أبو زهرة في وصفه لهذه المرحلة من حياة الشافعي العلمية في كتابه تاريخ المذاهب الإسلامية، وفيما يلي ننقل بشيء من الإيجاز ما ذكره في هذا السياق. قال: مكث الشافعي في مكة يدرس ويفحص ويلقي على تلاميذه علما لم يألفوه من قبل، وهو لا يخرج عن الدراسة الفقهية في ظل القرآن والسنة النبوية. وفي هذه الأثناء كان يلقاه العلماء من كل فج عميق. وفي أيام الحج فجاءه العراقيون وغيرهم، وكانت إقامته بمكة نحو 9 سنين في هذه المرة، ولا بد أن ينشر ما وصل إليه من كل البلاد الإسلامية، وخصوصا ما وضعه من مناهج للاستنباط الفقهي. وليس ثمة إلا مكان ينبثق منه نور العلم عاما مشرقا، وهو قصبة الدولة الإسلامية بغداد، وقد ألفها وألفته وعرفها وعرفته. ولذلك رحل إلى بغداد سنة 195 هجرية. هنالك في بغداد استرعى نظر كل العلماء فيها، واحتفت به التلاميذ، ولم يستكبر علماء بغداد عن أن يكون فيهم تلاميذ لهم، فقد تتلمذ له أحمد بن حنبل الذي لقيه بمكة من قبل، وعجب من عقله وفكره، وأخذ عنه إسحاق بن راهوي وهو في سن قريبة من سنه وأشباههم غير التلاميذ الذين أخذوا يتلقون عنه ويتخرجون عليه، وكان يجيب الجميع ويعجبون بإجابته، لأنه قد أتى بعلم لم يكن على منهاج ما درسوه، ولأنه يتحلى بصفات لم تكن في من سبقوه، ولكل فضله. أما المنهاج فقد جاءهم بعلم الأصول الذي هو منهاج الاستنباط يبينه بالتفصيل، وأما ما تحل به من صفات فهو الفصاحة والبيان والقدرة على المناظرة والمجادلة.
فقد كان فصيح العبارة قوي التأثير في بيانه، حتى لقد قال فيه بعض معاصريه إنه خطيب العلماء. وفي هذه القدمة إلى بغداد أملى كتبه التي أسماها الكتب البغدادية، ففيها كتابه الأم ويسمى المبسوط، وهو عدة كتب شملت أكثر ما أثر عنه في الفروع. وكذلك أملى كتابه في الأصول، وهو الذي يسمى الرسالة، رواهما عنه الزعفراني، وبهذا نشر علمه في كل بلاد المشرق مما وراء العراق عن أولئك التلاميذ الذين كانوا يحتفون به في درسه. نكتفي بهذا القدر مما ذكره أبو زهرة عن إقامة الشافعي ببغداد ومغادرته إياها إلى مكة ثم عودته إليها ثانيا وإقامته بها إقامة قصيرة وارتحاله منها إلى مصر. وفيما يلي نذكر بشيء من التفصيل رحلته إلى مصر. قدم الشافعي إلى مصر سنة 99 في أول خلافة المأمون، وكان سبب قدومه إلى مصر أن العباس بن عبد الله بن العباس بن موسى بن عبد الله بن العباس استصحبه فصحبه، وكان العباس هذا خليفة لأبيه عبد الله على مصر، ولم يزل الشافعي بمصر إلى أن ولي السري بن الحكم البلخي مصر واستقامت له، وكان يكرم الشافعي ويقدمه ولا يؤثر أحدا عليه. وكان الشافعي محببا إلى الخاص والعام لعلمه وفقه وحسن كلامه وأدبه وحلمه. وإذا صح أن هذا الوالي العباسي هو الذي استصحبه إلى مصر، فقد حقق له أمنية كانت تتوق إليها نفسه، كما يدل على ذلك تمثله بالبيتين التاليين حين أراد الخروج إلى مصر: لقد أصبحت نفسي تتوق إلى مصر، ومن دونها قطع المهامة والفقر، فوالله ما أدري أل الفوز والغنى أساق إليها أم أساق إلى القبر. وقد أورد صاحب معجم الأدباء في سياق البيتين السابقين عن خروج الشافعي إلى مصر القصة التالية، نذكر خلاصتها لطرافتها ولا نجزم بصحتها. قال: فخرج فقطع عليه الطريق، فدخل بعض المساجد وليس عليه إلا ثياب رثة لم يلتفت إليه أحد، فقال: علي ثياب لو يباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر، وفيهن نفسي لو يقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبر، وما ضر نصل الصيف أخلاق غمده إذا كان عضبا أين وجهته فرى. يقول مصطفى عبد الرازق: إذا كان الشافعي قد خرج إلى مصر يلتمس نشر مذهبه، فهو إنما أراد أن يلتمس لآرائه ميدانا جديدا بعد أن أدرك النصر في الحجاز والعراق. وقال الربيع: سألني الشافعي عن أهل مصر فقلت: هم فرقتان، فرقة مالت إلى قول مالك وناضلت عنه، وفرقة مالت إلى قول أبي حنيفة وناضلت عنه. فقال:
أرجو أن أقدم مصر إن شاء الله فآتيهم بشيء أشغلهم عن القولين جميعا. قال الربيع: ففعل ذلك والله حين قدم مصر. وقال النووي وصنف كتبه الجديدة كلها بمصر وصار ذكره في البلدان، وقصده الناس من الشام واليمن والعراق وسائر النواحي والأقطار للتفقه عليه والرواية عنه وسماع كتبه وأخذها عنه. وصار أهل مصر وغيرهم وابتكر كتبا لم يسبق إليها، ومنها أصول الفقه. وقد أقام الشافعي بمصر إلى أن وافته المنية سنة 204 هجرية وهو في 54 من عمره، وكان في آخر عمره شديد العلة بالبواسير. ويروى في سبب موت الشافعي أنه كان بمصر رجل من أصحاب مالك بن أنس يقال له فتيان، فيه حدة وطيش، وكان يناظر الشافعي كثيرا ويجتمع الناس عليهما. فتناظرا يوما في مسألة، فظهر عليه الشافعي في الحجاج، انتصر عليه في المناظرة، فضاق فتيان بذلك ذرعا فشتم الشافعي شتما قبيحا، فلم يرد عليه الشافعي حرفا ومضى في كلامه. فرفع ذلك رافع إلى والي مصر فطلبه وعزره، فحقد فتيان على الشافعي فلقيه ليلا فضربه بمفتاح حديد فشجه، فتمرض الشافعي إلى أن مات. وقد علق الشيخ مصطفى عبد الرازق على هذا الخبر في ترجمته للإمام الشافعي بقوله: لم تقتل الشافعي شجة فتيان المزعومة، إنما قتل الشافعي ما بذله من جهد عنيف في السنين الأربعة التي أقامها بمصر، ما بين تأليف وتدريس وسعي في بث مذهبه ومدافعة كيد خصومه، هذا إلى مرضه المنهك. وقال المزني: دخلت على الشافعي في مرضه الذي مات فيه فقلت: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت من الدنيا راحلا وللإخوان مفارقا ولكأس المنية شاربا، وعلى الله جل ذكره واردا، ولا والله ما أدري روحي تصير إلى الجنة فأهنيها أو إلى النار فأعزيها. ثم بكى وأنشأ يقول: فلما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي نحو عفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما، فلولاك لم يغدر بإبليس عابد، فكيف وقد أغوى صفيك آدم. علم الشافعي وفقهه. لقد مرت بنا شذرات عن علم الشافعي وفقهه، وفيما يلي نقتبس من كتاب الشيخ محمد أبو زهرة بشيء من الإيجاز، نبذة مما ذكره في هذا الصدد. قال: لقد شغل الشافعي الناس بعلمه وعقله وبلاغته، شغلهم في بغداد عندما كانت تعقد بينه وبين فقهائها المناظرات، وهو شاب يتلقى عن محمد بن الحسن، وشغل العلماء الذين كانوا يجيئون إلى البيت الحرام حاجين ومتزودين بزاد من علم الرسول
وأحاديث يتلقونها عن بقية التابعين بها. وشغل بغداد مرة ثانية بالثمرات العلمية التي وصل إليها وهو عاكف في البيت الحرام، يضع القواعد ويجمع الأصول ويدرس المذاهب دراسة مقارنة لم يسبق بها. ثم لما جاء إلى مصر شغل الناس بعلمه الذي لم يعرفوا له نظيرا فيما درسوا، وإن كان لكل فضله وسبقه. ولقد انطلق بالثناء عليه شيوخه الذين تلقى عنه، وقرناؤه الذين ناظروه ثم كانوا له كالتلاميذ، وتلاميذه الذين حفظوا للأجيال علمه الغزير. ثم قال: والحقيقة أنه أوتي من أسباب العلم ما يجعل له هذه المنزلة السامية، فقد أوتي علم القرآن الكريم ففقه معانيه وأدرك كثيرا من أسراره ومراميه. وقد قال بعض تلاميذه: إذا أخذ الشافعي في التفسير كان كأنه شاهد التنزيل، وأوتي علم الحديث فروى أحاديث من كانوا بمكة من بقية التابعين، وروى أحاديث الإمام مالك فقرأ عليه الموطأ الذي يعد أول مدون كامل في الحديث، وأوتي العلم العراقي راويا له عن العراقيين في الفترة التي التقى فيها بالإمام محمد بن الحسن، وأوتي مع هذا فقه الرأي وضبط قواعد الفقه، فوضع ضوابط القياس وضوابط النسخ. وضع الشافعي لعلم أصول الفقه نقتبس فيما يلي فقرات مما ذكره الشيخ مصطفى عبد الرازق تحت هذا العنوان. قال: إذا كان الشافعي هو أول من وجه الدراسات الفقهية إلى ناحية علمية، فهو أيضا أول من وضع مصنفا في العلوم الدينية الإسلامية على منهج علمي بتصنيفه في أصول الفقه. قال الرازي: اتفق الناس على أن أول من صنف في هذا العلم أي علم أصول الفقه الشافعي، وهو الذي ميز بعض أقسامه من بعض وشرح مراتبها في القوة والضعف. وقال الرازي أيضا: وأعلم أن نسبة الشافعي إلى علم الأصول كنسبة أرطاليس إلى علم المنطق، وكنسبة الخليل بن أحمد إلى علم العروض. المذهب الشافعي وانتشاره في العالم الإسلامي. كان الشافعي في أول أمره يعد نفسه تلميذا لمالك ومتبعا لمذهبه، وما زال كذلك إلى أن قدم إلى بغداد واتصل بأصحاب أبي حنيفة، وأخذ عن محمد بن الحسن الشيباني واطلع على طريقة العراقيين، فاقتبس من ذلك أحسنه، وأضاف إلى ثروته الحجازية في اللغة والأدب والحديث وطريقة الحجازيين في الاستنباط. ومنذ أن عاد الشافعي إلى مكة بعد إقامته في بغداد أخذ ينهج منهاجا فقهيا ليس فيه تابعا لشيخه مالك رضي الله عنه ولا لمحمد بن حسن الشيباني الذي كان يحمل فقه العراقيين، وقد اتجه كما أشرنا من قبل إلى دراسات كلية مع دراسة الفروع. وقد استقبل الناس ذلك النوع من العلم على أنه فتح جديد في الدراسات الفقهية لم يسبق به الشافعي أبو زهرة. ثم لم يلبث الشافعي أن أعلن مذهبه الجديد في بغداد سنة 195 هجرية،
ودعا إليه فتبعه فيه بعض أصحابه البغداديين. ولما لم يجد الشافعي لمذهبه في العراق النجاح الذي كان ينشده لمزاحمة الحنفية له ولما لهم من جاه وسلطان، تحول إلى مصر وأقام بها نحو 4 سنوات أملى فيها كثيرا من كتبه، وانتشر مذهبه بمصر بعد أن ابتدأ بنشره بالعراق، ومن العراق انتقل إلى خراسان وما وراء النهر. ومع أن المذهب الحنفي كان مذهب الدولة العباسية السائد بين رعاياها المؤيد بسلطانها، كان المذهب الشافعي ينازعه السلطان في الشعب. واستمر سلطانه في مصر حتى بعد استيلاء الفاطميين عليها، وقد امتد سلطانه إلى الشام واليمن وفارس وغيرها، ولم يزل يمتد وينتشر حتى بلغ في أقصى الشرق بلاد الملايو وجاوة وبعض بلاد الهند وما جاورها من الأقطار والشعوب الإسلامية، وأصبح بذلك أحد المذاهب الإسلامية الأربعة التي يدين بها المسلمون في معظم أرجاء العالم الإسلامي ويحتكمون إلى قوانينها ودساتيرها. آثار الشافعي. كتب الأستاذ أحمد أمين في كتابه ضحى الإسلام بحثا مطولا عن آثار الشافعي وكتبه، نقتبس منه بإيجاز الفقرات التالية للإلمام بأهم هذه الآثار. قال: من أهم ما وصل إلينا من أعمال الشافعي رسالته في أصول الفقه، وقد تكلم فيها فيما يحتاج إليه المجتهد إزاء القرآن من العام والخاص والناسخ والمنسوخ، وتكلم في موقف المجتهد من الحديث ناسخه ومنسوخه، كما تكلم على الإجماع والقياس، إلى أن قال: وهو بهذا أول من وضع خطة في البحث في أصول الفقه جرى عليه كل من أتى من علماء المذاهب الأخرى، مستشهدا بقول الرازي: واعلم أن نسبة الشافعي إلى علم الأصول كنسبة أرطاليس إلى علم المنطق، وكنسبة الخليل بن أحمد إلى علم العروض. ولما كان كتاب الرسالة أول كتاب صنفه الشافعي في علم أصول الفقه، فقد علق عليه الأستاذ أحمد أمين بقوله: وأعلم أن الشافعي رضي الله عنه صنف كتاب الرسالة ببغداد، ولما رجع إلى مصر أعاد تصنيف كتاب الرسالة، وفي كل واحد منهما علم كثير، والناس وإن أطنبوا بعد ذلك في علم أصول الفقه إلا أنهم كلهم عيال على الشافعي فيه، لأنه هو الذي فتح هذا الباب والسبق لمن سبق. أما كتاب الأم وهو أكبر أثر للشافعي كما يقول أحمد أمين، فقد جاء في تعليقه عليه ما خلاصته، وقد ثار الخلاف حديثا في مصر: هل الأم كتاب ألفه الشافعي أو ألفه البويطي؟ وبعد أن أشار إلى دواعي الخلاف قال: فالظاهر أنها آمال أملاها الشافعي في حلقته كتبها عنه تلاميذه، وأدخلوا عليها تعليقات من عندهم، واختلفت رواياتهم بعض الاختلاف. على كل حال، بين أيدينا مجموعة في 7 أجزاء أغلبها من كلام الشافعي رواها عنه تلميذه، وأدخل فيها بعض تعليقات أفردها وبينها حتى لا تلتبس بكلام الشافعي. ومجموع ذلك والذي أطلق عليه
كتاب الأم، وقد بوب على أبواب الفقه كما فعل مالك في الموطأ، ولكن فيه فصول في أصول الفقه. وقد أمليت هذه الأبواب في مصر، والعلماء يقسمون فقه الشافعي إلى مذهبين، قديم وجديد. فأما القديم فهو ما كتبه وقال به في العراق، وأما الجديد فهو ما كتبه وقال به في مصر. ذلك أنه لما جاء مصر عدل عن بعض أقوال له كان قالها من قبل، فغير ذلك من فقه الشافعي في القول بالمذهب الجديد، إلى أن يقول: وفي الأم مصداق لجميع ما ذكرنا عن الشافعي، فهو فيه فصيح العبارة، قوي الأداء، تشوب عبارته بلاغة البادية وفصاحتها، وقوة القرشية وإيجازها. ثم يقول: وفي الكتاب تظهر قوة الشافعي في الجدل، فأسلوب الكتاب كله تقريبا أسلوب جدلي. ثم لا يفترض مجادلا فيرد عليه، ثم يعترض فيجيب، إلى أن يقول: وعلى الجملة فالكتاب ثروة كبيرة من حيث دلالته على مناحي الشافعي في الاجتهاد وعلى فقهه وعلى ما كان من أثر مصر في القول بالمذهب الجديد. الشافعي المربي. الشافعي المربي ومنهجه التربوي. لقد أولع الشافعي بالعلم والتعليم منذ حداثة سنه، وقد مر بنا حديث ممارسته لتعليم الصبيان في الكتاب ما كان يتلقفه من المعلم، مما جعل المعلم يعتمد عليه في ذلك ويعفيه من الأجرة التي كان يتقاضاها من أمثاله. وروي أنه كان يقرئ الناس في المسجد الحرام وهو ابن 13 سنة، وكان حسن الصوت يشجي السامعين بقراءته ويبكيهم. وفيما يلي نبذة مقتبسة مما ذكره أبو زهرة عن انصراف الشافعي إلى العلم. قال: منذ نعومة أظفاره اتجه إلى العلم وتوافرت له أسبابه، فقد كانت إقامته بمكة وبها بقية من التابعين، وفيها مدرسة عبد الله بن عباس الذي اختار جوار البيت الحرام مستقرا له ومقاما، ذريعة لأن يصل في نشأته الأولى إلى أعلى ما يصل إليه من هو في مثل سنه. ولما شدا وترعرع اتجه إلى عالم دار الهجرة، فلازمه 9 سنين، هي أخصب زمن لإنتاج الشيخ وأخصب سن للتلميذ، ولم ينصرف إلى العمل في غير العلم إلا قليلا. عاد بعده إلى العلم مشغوفا به، مدركا أن فيه كل الشرف، وأخذ يدرس علم القرآن والسنة واختلاف الفقهاء، ويضع الموازين بضبطها، وتعرف الحق من بينها، واتخذ مجلس درسه ابتداء في البيت الحرام، حتى إذا امتلأ الوعاء ذهب إلى بغداد واتخذ فيها كرسيا آخر لدرسه. ثم لما ضاق ببغداد وتبرم بمناهج علمية لا يرتضيها، يمم وجهه ناحية مصر الطيبة التي صارت من بعد مأوى العلماء من الشرق والغرب، عندما لهمت الخطوب بأهل الإسلام، واضطر العلماء إلى الرحلة حيث الأمن، فلم يجدوه إلا في مصر، وبذلك كانت حياته كلها للعلم بعقل عبقري ولسان بليغ مصور. وقد تخرج على الإمام الشافعي في كل من مكة وبغداد ومصر طائفة كبيرة من العلماء الأجلاء
الذين حملوا فقهه وعلمه وأدبه، وساهموا مساهمة جليلة في خدمة مذهبه ونشره في أنحاء العالم الإسلامي. أما منهجه التربوي فقد كان الشافعي يدعو إلى ورود مناهل العلم والمعرفة على اختلاف فنونها، منوها بقيمة كل علم وأثره، وفي ذلك يقول: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في الفقه نبل قدرته، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن نظر في الحساب جزل رأيه، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. ولقد كان هو نفسه مثالا فذا لهذه الثقافة المتعددة النواحي، وكانت دروسه خير مثال لذلك. حدث الربيع بن سليمان المرادي صاحب الشافعي وراوي كتبه قال: كان الشافعي رحمه الله يجلس في حلقة إذا صلى الصبح فيجيئه أهل القرآن، فإذا طلعت الشمس قاموا وجاء أهل الحديث فيسألونه تفسيره ومعانيه، فإذا ارتفعت الشمس قاموا فاستوت الحلقة للمذاكرة والنظر، فإذا ارتفع الضحى تفرقوا وجاء أهل العربية والعروض والنحو والشعر، فلا يزالون إلى قرب انتصاف النهار ثم ينصرف رضي الله عنه. وقال بعض أصحابه: ما رأيت مجلسا قط أنبل من مجلس الشافعي، كان يحضره أهل الحديث وأهل الفقه وأهل الشعر، وكان يأتيه كبار أهل اللغة والشعر. وقال النووي: إن الشافعي رحمه الله مكنه الله تعالى من أنواع العلوم حتى عجز لديه المناظرون من الطوائف وأصحاب الفنون، واعترف بتبريزه وأذعن الموافقون والمخالفون في المحافل الكثيرة المشهودة المشتملة على أئمة عصره. الشافعي المربي ومنهجه التربوي. لقد كان الشافعي مبرزا في ميدان المناظرات، واستطاع أن ينشر من آرائه واجتهاداته ويكسب الأنصار والمؤيدين لمذهبه بفضل ما أوتيه من الفصاحة والبلاغة وقوة البيان ونفاذ البصيرة، حتى لقد اشتهر بين علماء عصره بناصر السنة، كما لقبه بعضهم بخطيب العلماء. وكثيرا ما كان يلقي الأسئلة على طلابه ويحاورهم لإقناعهم بوجهة نظره، وربما لجأ إلى استثارة المنافسة بينهم بجائزة يسميها لهم شحذا لهممهم وإذكاء لنشاطهم. قال الحميدي: كان الشافعي ربما يلقي علي وعلى ابنه المسألة فيقول: أيكما أصاب فله دينار. ومما يدل على فسحه المجال لطلابه للمناقشة والمناظرة ما مر بنا من وصف الربيع لحلقات درس الشافعي، حيث قال: فإذا ارتفعت الشمس قاموا فاستوت الحلقة للمذاكرة والنظر. ولقد أوثرت عنه أقوال كثيرة في الحض على طلب العلم والإشادة بفضله، من ذلك قوله: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، وقوله: ما تقرب إلى الله بشيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم، وقوله: من لا يحب العلم لا خير فيه، ولا يكون بينك وبينه صداقة ولا معرفة، وقوله: ليس العلم ما حفظ، إنما العلم ما نفع. ومن كلماته الرائعة في الإشادة بفضل العلم قوله: كفى بالعلم فضيلة
أن يدعيه من ليس فيه، ويفرح به إذا نسب إليه، وكفى بالجهل شيئا أن يتبرأ منه من هو فيه، ويغضب إذا نسب إليه. ومن مأثور كلماته الدالة على تفانيه في نشر العلم وحرصه على انتفاع الناس بعلمه، ولو لم ينسب إليه، قوله: وددت أن الناس يفهمون ما في كتبي من معاني الكتاب والسنة وينشرون ذلك وإن لم ينسبوه إلي. ومما يدل على شدة إخلاصه في دروسه ومناظراته، وأن هدفه الأول والأخير هو الوصول إلى الحق والصواب ولو على لسان خصمه، قوله: ما ناظرت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان، وما ناظرت أحدا إلا ولم أبالي أن يبين الله الحق على لساني أو لسانه. بهذه الروح المثالية وبهذه الهمة والإخلاص بلغ الشافعي ما بلغ من الجلالة والعظمة، ونال ما نال من المجد والسؤدد. ولقد ضرب رحمه الله تعالى بذلك أروع الأمثلة وأسناها لطلاب العلم والمعرفة، وكان رضي الله عنه من أبرز أئمة المسلمين علما وأدبا وخلقا، ومن أعظم رواد الهداية والإرشاد. أخلاق الشافعي وبعض ملامح شخصيته. وصف الشافعي بعض أصحابه فقال: كان طويلا سائل الخدين، قليل لحم الوجه، خفيف العارضين، طويل العنق، طويل القصب. آدم حسن الصوت، حسن السمت، عظيم العقل، حسن الوجه، حسن الخلق، مهيبا فصيحا. وكان محببا إلى كل من كان في وقته من الفقهاء والنبلاء والأمراء، كلهم يجل الشافعي ويعظمه. وكان مختصرا في لباسه، وكان مجلسه مصونا من اللغط عن التهذيب للنووي بتصرف. وفيما يلي نذكر بشيء من الإيجاز إضمامة من أخلاقه وشمائله. وإذا كانت المروءة من أجمع الصفات لمكارم الأخلاق، فلقد كانت من أبرز خلائق الشافعي في سيرته ومعاملاته، كما أشاد بها في كثير من مواقفه. ومن أقواله المأثورة في ذلك قوله: لو علمت أن شرب الماء البارد ينقص من مروءتي ما شربته. وقوله: المروءة عفة الجوارح عما لا يعنيها. وقوله: أصحاب المروءات في جهد. وقوله: لو كنت اليوم ممن يقول الشعر رثيت المروءة. ولعل الشافعي والذي أوحى إلى الشاعر المتأخر قوله: وإن بالغ فيه كثيرا وأساء الظن بالناس جميعا، حيث قال: مررت على المروءة وهي تبكي، فقلت: علاما تنتحب الفتاة؟ فقالت: كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. ومن الشواهد على كمال التزام الشافعي بالمروءة ورعايته لها الحكاية التآتية. قال المزني: كنت عند الشافعي يوما ودخل عليه جار له خياط، فأمره بإصلاح أزراره فأصلحها فأعطاه دينارا، فنظر إليه الخياط وضحك، فقال له الشافعي: خذه، فلو حضرنا أكثر منه ما رضينا لك به. فقال الخياط: إنما دخلت لأسلم عليك. فقال الشافعي: فأنت إذن زائر وضيف، وليس من المروءة أن يستخدم بالزائر ولا بالضيف. أما الحكاية الثانية فهي مثل رائع للمروءة والوفاء وحسن الرعاية.
لحق الصديق والتجافي عن الخداع والمجاملة الكاذبة. جاء رجل إلى الشافعي فقال له: أصلحك الله، صديقك فلان عليل. فقال الشافعي: والله لقد أحسنت إلي وأيقظتني لمكرمة ودفعت اعتذارا يشوبه الكذب. ثم قال: يا غلام هات السبتية، هي نعال دبغت فلنا. ثم قال: للمشي على الحفاء على علة الوجاء. الوجاء من وجأة باليد، والسكين ضربه في حر الرمضاء من ذي طوى أهون علي من الاعتذار إلى صديق يشوبه الكذب. ثم أنشأ يقول: أرى راحة للحق عند قضائه، ويثقل يوما إن تركت على عمدي، وحسبك حظا أن ترى غير كاذب، وقولك لم أعلم وذلك من جهدي. ومن يقضي حق الجار بعد ابن عمه، وصاحبه الأدنى على القرب والبعد، يعش سيدا يستعذب الناس ذكره، وإنا به حق أتوه على قصدي. ومن الحكايات الدالة على كرم الشافعي وإكباره للمروءة وأهلها هذه الحكاية عن الربيع بن سليمان يقول: مر الشافعي يوما بالحذائين فسقط صوته من يده، فقام رجل منهم فأخذ الصوت ومسحه بيده ودفعه إليه، فقال له: مه، أي شيء عملت؟ آثرتني على نفسي، كيف أؤدي شكرا؟ ثم تنحى وضرب بيده إلى كمه أو جيبه، فأخرج منه دنانير لا أدري 15 أو أكثر، وأكبر ظني 10، وقال لي: ادفعها إلي واعتذر عني عنده، فإنه لم يحضرني غير هذا في هذا الوقت. على أن الشواهد على كرمه وسخاء نفسه مما لا يتسع المقام لذكرها، وحسبنا أن نضيف إلى ما تقدم النبذة التالية. قال الحميدي: قدم الشافعي رحمه الله من صنعاء إلى مكة بعشرة آلاف دينار، فضرب خباءه خارجا من مكة، فكان الناس يأتون يسلمون عليه، فما برح حتى فرقها كلها. وقال البويطي: قدم الشافعي مصر، وكانت زبيدة ترسل إليه برزم الثياب والوشي فيقسمها بين الناس. وقال بعض أصحابه: كان الشافعي من أجود الناس وأسخاهم كفا، كان يشتري الجارية الصناعي التي تطبخ وتعمل الحلواء، ويقول لنا: تشهوا ما أحببتم، فقد اشتريت جارية تحسن أن تعمل ما تريدون. فيقول بعض أصحابنا: اعمل اليوم كذا وكذا. وهكذا كانت سماحة الشافعي ومكارمه تجعل من منزله كنفا لأصحابه ينعمون فيه بالغذاء الحسي الشهي إلى جانب الغذاء الروحي الممتع. الصداقة في نظر الشافعي. لقد مر بنا نموذج رائع من وفاء الشافعي لأحد أصدقائه، وفيما يلي نذكر جملة من الأقوال المأثورة عن الشافعي في هذا المجال. قال رحمه الله: من صدق في أخوة أخيه قبل علله، وسد خلله، وغفر زلله. وقال: ليس سرور يعدل صحبة الإخوان.
ولا غم يعدل فراقهم. وقال: لا تقصر في حق أخيك اعتمادا على مودته. وقال: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. ولقد خبر الشافعي الناس وعرف الكثير من طباعهم وأخلاقهم، وعلم ألا سبيل إلى رضائهم ولا خير في التمادي في مخالطتهم ولا في التجافي عنهم، وإنما الخير في الاعتدال بين الانبساط إليهم والانقباض عنهم. ولذا أوصى الربيع بقوله: يا ربيع، رضاء الناس غاية لا تدرك، فعليك بما يصلحك فالزمه، فإنه لا سبيل إلى رضائهم، والانبساط إلى الناس مجلبة لقرناء السوء، والانقباض عنهم مكسبة للعداوة، وكن بين المنقبض والمنبسط. ولقد كان الشافعي يربي تلاميذه ومريديه على مكارم الأخلاق بسيرته ونصائحه التي كان يتخولهم بها، فقد كان مجلسه مصونا من اللغط والسخط، وكان يترفع عن النزول إلى مستوى من يسول له طيشه أن يتطاول عليه بما لا يليق من الكلام، وكان يقابل ذلك بالإعراض عنه، كما مر بنا من إعراضه عن فتيان عندما تطاول عليه وآذاه. ومن أقواله المأثورة في الحث على تنزيه السمع وصيانة اللسان من الخنا والسفة قوله: نزهوا أسماعكم عن سماع الخنا كما تنزهون ألسنتكم عن النطق به، فإن المستمع شريك القائل، وإن السفيه ينظر إلى أخبث ما في وعائه فيحرص أن يفرغه في أوعيتكم. نكتفي بهذه الأمثلة من أخلاق الشافعي وأقواله المأثورة في مكارم الأخلاق، لننتقل إلى الحديث عن أدب الشافعي وحسن بيانه. الشافعي الأديب نثره وشعره. تقدم لنا كثير من الشواهد على فصاحة الشافعي وبلاغته، وسنورد فيما يلي بعض الشواهد والنماذج المؤيدة لذلك. قال ابن هشام: جالست الشافعي زمانا فما سمعته تكلم بكلمة إلا إذا اعتبرها المعتبر، لا يجد كلمة في العربية أحسن منها. وعن الزعفران أنه قال: كان قوم من أهل العربية يختلفون إلى مجلس الشافعي معنا ويجلسون ناحية، فقلت لرجل من رؤسائهم: إنكم لا تتعاطون العلم فلما تختلفون معنا؟ قالوا: نسمع لغة الشافعي، أي إنهم يحضرون مجالس الشافعي ودروسه لسماع لغته إعجابا بفصاحته. ولقد وصف الشيخ أبو زهرة فصاحة الشافعي وبلاغته قلما ولسانا وصفا دقيقا جامعا نقتبس منه الفقرات الآتية: كان الشافعي قوي البيان، واضح التعبير، بين الإلقاء، أوتي مع فصاحة لسانه وبلاغة بيانه وقوة جنانه صوتا عميق التأثير، يعبر بنبراته كما يوضح بعباراته. وقد روي عن بعض تلاميذه أنه قال: ما رأيت أحدا إلا وكتبه أكبر من مشاهدته إلا الشافعي، فإن لسانه
أكبر من كتبه، وإذا كانت كتب الشافعي على أحسن ما تكون عليه الكتب من جودة تعبير وحسن تصوير للفكرة، فكيف تكون حال مشاهدته؟ وهي أقوى أداء وأكمل إشارة وأحلى تعبيرا. ولقد بلغ من إجادته للبيان أنه قال فيه إسحاق بن راهوي إنه خطيب العلماء. ولقد كان ميدان المناظرات من أقوى الميادين التي ظهرت فيها بلاغة الشافعي وسحر بيانه وقوة منطقه والتفوق على خصومه، فقد يكون من المستحسن أن نذكر إحدى مناظراته الشهيرة كنموذج لهذا اللون من الجدل والحوار وما يتجلى فيه من قوة الحجة وبراعة الاستدلال، نذكرها ملخصة من معجم الأدباء لياقوت. تناظر الشافعي وإسحاق بن راهوي الخراساني، وكان أحد العلماء المبرزين في الفقه والمناظرة، وكان موضوع المناظرة كراء بيوت أهل مكة، وكان إسحاق يميل إلى الرأي القائل بجواز سكن بيوت مكة بدون كراء، فانبرى له الشافعي في هذه المناظرة يحاوره ويجادله بقوة المنطق وحسن البيان وإقامة الدليل من كتاب الله وسنة رسوله. استهل الشافعي مناظرته بقوله: قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، نسب الدار إلى المالكين أو إلى غير المالكين؟ قال إسحاق: إلى المالكين. قال الشافعي: قوله عز وجل أصدق الأقاويل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. أنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الدار إلى مالك أو إلى غير مالك؟ قال إسحاق: إلى مالك. فقال الشافعي: وقد اشترى عمر بن الخطاب دار الحجامين فأسكنها، وذكر له جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتروا دور مكة وجماعة باعوها. قال إسحاق: قال الله عز وجل: سواء العاكف فيه والباد. فقال الشافعي: اقرأ أول الآية. فقال: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. قال الشافعي: والعكوف يكون في المسجد، ألا ترى قوله تعالى للطائفين والعاكفين، والعاكفون يكونون في المساجد، ألا ترى قوله عز وجل وأنتم عاكفون في المساجد؟ فدل ذلك على أن قوله عز وجل سواء العاكف فيه والباد في المسجد خاص، فأما من ملك شيئا فله أن يكري وأن يبيع. وهكذا استطاع الشافعي أن يفحم خصمه بقوة الحجة وحسن البيان. وإن الشواهد من آثار الشافعي وأقواله على فصاحته وبلاغته أكثر من أن نحيط بها في هذا السياق، وحسبنا من تلك الأقوال والحكم المنثورة في كتب الأدب وأسفار البيان أن نقتبس منها الشذرات التالية بالإضافة إلى ما تقدم منها. وعظ الشافعي بعض إخوانه فقال: يا أخي، إن الدنيا ضحض مزلة ودار مذلة، عمرانها إلى خراب صائر، وساكنها إلى القبور زائر، شملها على الفرقة موقوف، وغناها إلى الفقر مصروف، الإكثار فيها إعسار، والإعسار فيها يسار، فافزع إلى الله وارض برزق الله تعالى، ولا تستلف من دار بقائك
في دار فنائك، فإن عيشك فيء زائل وجدار مائل، أكثر من عملك وقصر من أملك. وقال له رجل: أوصني. فقال: إن الله تعالى خلقك حرا فكن حرا كما خلقك. وقال: عاشر كرام الناس تعش كريما، ولا تعاشر اللئام فتنسب إلى اللؤم. وقال: لا تبذل وجهك إلى من يهون عليه ردك. وقال: يا ربيع، لا تتكلم فيما لا يعنيك، فإنك إذا تكلمت بالكلمة ملكتك ولم تملكها. وقال: التواضع من أخلاق الكرام، والتكبر من شيم اللئام. وقال: أربعة أشياء قليلها كثير: العلة والفقر والعداوة والنار. وقال: الآمال قطعت أعناق الرجال، كالسراب خان من رآه وأخلف من رجاه. وقال: غضب الأشراف يظهر في أفعالها، وغضب السفهاء يظهر في ألسنتها. وقال: من صدق الله نجا، ومن أشفق على دينه سلم من الردى، ومن زهد في الدنيا قرت عيناه بما يراه من ثواب الله تعالى غدا. نكتفي بهذا القدر من روائع حكم الشافعي وأقواله المنثورة، لننتقل إلى الحديث عن شعره. شعر الشافعي: لئن كان الشعر مرآة ما تنطوي عليه نفس الشاعر من مشاعر وأحاسيس، وصدا لما يختلج بين جوانحه من خلجات وعواطف، فلقد وجد الشافعي المطلبي القرشي الناشئ في مضارب البادية وتحت سمائها الضاحية، المغتذي ببيان لغتها الصافية، المتضلع من رحيق أدبها الأصيل، وجد ذلك الفتى العبقري الملهم في آفاق الشعر متنفسا لمشاعره وأحاسيسه المرعفة، استطاع أن يعرض في إطاره طائفة من عرائس أفكاره وأبكار خياله، وأن يغرد في ظلال الخمائل الندية ألحانا رائعة شجية، حفظت لنا كتب الأدب منها طاقة شدية برغم عزوف الشافعي عن قول الشعر عندما نضجت ملكاته العلمية وتصدر للتدريس والفتوى ونشر العلم على أرفع مستوى. ولقد عبر عن هذا الاتجاه بقوله: ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. على أن هذا البيت يشير إلى اعتزاز الشافعي بموهبته الشعرية الجديرة بأن تؤهله للتفوق على فحول الشعراء، وسيمر بنا فيما نورده من نماذج لشعره مزيدا من اعتزازه بشاعريته. وإذا رجعنا إلى ما حفظته لنا كتب الأدب من شعر الشافعي نجد أن غالبيته تدور في إطار الحكم والحض على مكارم الأخلاق ومعالي الأمور، كما نجد له مقطوعات أخرى في أكثر أغراض الشعر التي كانت معروضة لعهده كالغزل والفخر والعتاب والرثاء والشكوى من هموم الحياة وسوء معاشرة بعض الناس. وسنذكر نماذج قصيرة لكل ذلك فيما يأتي، بادئين بما نظمه في صمت الحكم، مستهلين ذلك بقصيدته الذائعة الشهرة التي تمثل هذا اللون من شعر الشافعي، والتي جرت
بعض أبياتها مجرى الأمثال: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والعطاء، يغطى بالسماحة كل عيب، وكم عيب يغطيه السخاء، ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا عسر عليك ولا رخاء، لا ترين الأعادي قط ذلا، فإن شماتة الأعدى بلاء، ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء، ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء، إذا ما كنت ذا قلب قنوع، فأنت ومالك الدنيا سواء، ومن نزلت بساحته المنايا، فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. ومن روائع الشعر المنسوب إلى الشافعي في الحكم قوله: إن الذي رزق اليسار ولم يصب حمدا ولا أجرا لغير موفق. الجد يدني كل أمر شاسع، والجد يفتح كل باب مغلق. وإذا سمعت بأن محروما أتى ماء ليشربه فغاض فحقق. لو كان بالحيل الغنى لوجدتني بنجوم أقطار السماء تعلقي، لكن من رزق الحجى حرم الغنى، ضدان مفترقان أي تفرق. وأحق خلق الله بالهم امرؤ ذو همة يبلى بعيش ضيق. ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. أدب الشافعي نثره وشعره. ومن طرائف الشعر المعزو إلى الشافعي المعرب عن بعض طموحه وعلو همته وضيقه بما يعترض طريقه إلى المجد من عقبات، المعبر عن اعتزازه بامتلاكه صولجان الشعر والبيان. وإنه الحائز لدرره ويواقيته، وصاحب تاجه وإكليله، المنوه بخطر الشاعر وسلطان الشعر على القلوب. قوله: ماذا يخبر ضيف بيتك أهله إن سئل كيف معاده ومعاجه، أيقول جاوزت الفرات ولم أنل ريا لديه وقد طغت أمواجه، ورقيت في درج العلا فتضايق عما أريد شعابه وفجاجه، ولا تخبرن خصاصتي بتملق، والماء يخبر عن قذاه زجاجه، عندي يواقيت القريض ودره، وعلى إكليل الكلام وتاجه، تربى على روض الربا أزهاره، ويرق في ناد الندى ديباجه، والشاعر المنطيق أسود سالخ، والشعر منه لعابه ومجاجه، وعداوة الشعراء داء معضل، ولقد يهون على الكريم علاجه. ومن أبيات الشافعي التي يعتز فيها بما منحه الله من ألمعية وفصاحة لسان وشخصية فذة قوله: وقد سئل يوما عن مسألة عويصة فأجاب فيها الجواب الشافي
ثم قال: إذا المشكلات تصدين لي كشفت حقائقها بالنظر، لسان كشقشقة الأرحبي أو كالحسام اليماني الذكر، ولست بإمعة في الرجال أسائل هذا وذام الخبر، ولكنني مدره الأصغرين جلاب خير وفراج شر. ومن شعره الدال على شدة اهتمامه بنشر العلم وبذر بذوره في التربة الصالحة لنمائه وثماره وصونه عمن لا يأبه به من غير أهله، الأبيات الآتية: وقد أخبر الربيع بن سليمان عن الباعث عليها بقوله: لما دخل الشافعي مصر أول قدومه إليها جفاه الناس فلم يجلس إليه أحد، فقال له بعض من قدم معه: لو قلت شيئا يجتمع إليك الناس، فقال: إليك عني. وأنشأ يقول: أأنثر درا بين سارحة البهم وأنظم منثورا لراعية الغنم، لعمري لئن ضيعت في شر بلدة فلست مضيعا فيهم غرر الكلم. لقد سهل الله العزيز بلطفه، وصادفت أهلا للعلوم وللحكم، بثست مفيدا واستفدت ودادهم، وإلا فمكنون لدي ومكتتم. ومن منح الجهال علما أضاعه، ومن منع المستوجهين فقد ظلم. ولئن صح أن هذه الأبيات نظمها أول قدومه لمصر فقد استجاب الله دعاءه، وسهل له في مصر من حمل علومه وحكمه إلى مشارق الأرض ومغاربها، وقد طاب له بها المقام، وقضى فيها بقية حياته في حقبة خصبة حافلة بالإنتاج وأينع الثمار. ومن الأبيات التي رواها الربيع بن سليمان عن الشافعي التي تعبر عن رأيه فيما يجب للصديق على صديقه، كما تعبر عن ألمه لفقدانه إخوان الثقة والوفاء، قوله: صديق ليس ينفع يوم بأس، قريب من عدو في القياس، وما يبغى الصديق بكل عصر ولا الإخوان إلا للتآسي. عمرت الدهر ملتمسا بجهدي لضائقة فأكداه التماسي، تنكرت البلاد علي حتى كأن أناسها ليسوا بناسي. وعلى هذا القياس الذي اعتمده الشافعي في تقدير حقوق الإخوة بعضهم على بعض، نجده يعاتب أحدهم عتابا لا يخلو من قسوة ومرارة. ونحن ننقل عن ابن عبد البر الكلمة التي مهد بها عن الباعث لهذا العتاب، قال: وفد محمد بن إدريس الشافعي على رجل من قومه باليمن كان بها أميرا، فأقام عنده أياما ثم سأله الرجوع إلى داره وموضعه، فكتب إليه معتذرا لعله اعتذر إليه عن تزويده بما يحتاج إليه في سفره،
وعرض عليه شيئا يسيرا، فكتب إليه الشافعي أبياتا في ظهر رقعته قال فيها: أتاني عذر منك في غير كنهه، كأنك عن بري بذاك تحيد، لسانك هش بالنوال وما أرى يمينك إن جاد اللسان تجود، فإن قلت لي بيت وصيت وصيطة وأسلاف صدق قد مضوا وجدود، صدقت ولكن أنت خربت ما بنوا، ونال الذي يهوى لديك بعيد، تفرق عنك الأقربون لشأنهم، وأشفقت أن تبقى وأنت وحيد، وأصبحت بين الحمد والذم واقفا، فيا ليت شعري أي ذاك تريد. فكتب إليه الأمير: بل أريد منك الحمد بأبي أنت وأمي، وقد وجهت إليك 500 دينار لنفقتك، وعشرة أثواب من حبرات اليمن وبختيان والسلام. وهكذا استطاع الشافعي بذكائه وفصاحته أن يضع هذا الأمير بين شقي الرحى بين الحمد والذم، فلم يجد الأمير بدا من تدارك غلطته وإنقاذ سمعته بتلبية حاجة الشافعي، وتفادى مذمته. وإذا كان في هذه الأبيات ما يشير إلى طلب الشافعي للمال، فإنه لم يكن يطلبه لينفقه على متعه وملذاته، وإنما كان يطلبه لقضاء ما عليه من حقوق وواجبات. وقد مر بنا الحديث عن سخائه، إنه عاد من اليمن ومعه 10,000 دينار، فضرب له خباء خارج مكة ولم يدخل إليها إلا بعد أن فرق الدنانير كلها. وإن في البيتين التاليين لدليلا على تلهفه على بذل المعروف لكل من يقصده: يا لهف نفسي على مال أفرقه، على المقلين من أهل المروآت، إن اعتذاري إلى من جاء يسألني ما ليس عندي لمن إحدى المصيبات. وإذا كانت نفسه ومرؤته تأبيان عليه إمساك المال والاعتذار عن البذل والعطاء، فلا غرابة في أن يحمل على الذين يكنزون المال ويتباهون بجمعه وادخاره، ولا تتحرك بين جوانحهم عواطف الشفقة والرحمة، فيقول في ذلك: وأنطقت الدراهم بعد صمت أناسا بعد أن كانوا سكوتا، فما عطفوا على أحد بفضل، ولا عرفوا لمكرمة بيوتا. وإذا كنا لم نعثر للشافعي على شعر في المديح، فإنا كذلك لم نعثر في التعزية إلا على هذين البيتين: إني أعزيك لا أني على طمع من الخلود، ولكن سنة الدين، فما المعزى بباق بعد صاحبه، ولا المعزى وإن عاش إلى حين. كذلك لم نعثر على شيء في الهجاء، وهذا هو المتوقع من مثل الشافعي، إلا أن ذلك لا ينافي إظهار الضيق والتألم من مجاورة من لا يشاركه، أو من معاشرة معشر جهلوا حق الأديب،
فاستوى في نظرهم الصفر والذهب والإبريز والحطب وعود الطيب على ما بينهما من تفاضل يدركه أولو الألباب. فقال في الأولى: وأنزلني طول النوى دار غربة يجاورني من ليس مثلي يشاكله أحامقه حتى يقال سجية ولو كان ذا عقل لكنت أعاقله. وقال في الحال الثانية: أصبحت طرحا في معشر جهل حق الأديب فباع الرأس بالذنب والناس يجمعهم شمل وبينهم في العقل فرق وفي الآداب والحسب كمثل ما الذهب الإبريز يشركه في لونه الصفر والتفضيل للذهب والعود لو لم تطب منه روائحه لم يفرق الناس بين العود والحطب. أما الغزل فقد جاء في طبقات الشافعية الكبرى عن أحد أصحاب الشافعي أنه قال له: قد قلت في الزهد فهل لك في الغزل شيء؟ فأنشد الشافعي: يا كاحل العين بعد النوم بالسهر ما كان كحلك بالمنعوت للبصر لو أن عيني إليك الدهر ناظرة جاءت وفاتي ولم أشبع من النظر سقيا لظهر مدى ما كان أطيبه لولا التفرق والتنغيص بالسفر إن الرسول الذي يأتي بلا عدة مثل السحاب الذي يأتي بلا مطر. ومن الطرائف الشعرية التي رواها عن الشافعي بعض الأدباء كصاحب معجم الأدباء وصاحب طفقات الشافعية الكبرى وغيرهما الطرف الآتية: كان لابن عبد الله الشافعي زوجة يحبها وكانت تصد عنه، فقال في ذلك: ومن البلية أن تحب ولا يحبك من تحبه ويصد عنك بوجهه وتلج أنت فلا تغبه. ومنها الطرفة التالية: قال الربيع بن سليمان: كنت عند الشافعي إذ جاءه رجل برقعة فقرأها ووقع فيها فمضى الرجل فتبعته إلى باب المسجد فقلت: والله لا تفوتني فتيا الشافعي، فأخذت الرقعة من يدي فإذا فيها: سل المفتي المكي هل في تزاور، وضمت مشتاق الفؤاد جناحه. فوجدت قد وقع الشافعي، فقلت: معاذ الله أن يذهب التقي تلاصق أكباد بهن جراح. قال الربيع: فأنكرت على الشافعي أن يفتي لحدث بمثل هذا، فقلت: يا أبا عبد الله، تفتي بمثل هذا لمثل هذا الشاب؟ فقال لي: يا أبا محمد، هذا رجل هاشمي قد عرس في هذا الشهر، يعني شهر رمضان، وهو حدث السن، فسأل هل عليه جناح أن يقبل أو يضم فأفتيه بهذا. ومنها الطرفة التالية: روي أن رجلا جاءه برقعة فيها سل المفتي المكي من آل هاشم إذا اشتد وجد بامرئ كيف يصنع. قال: فكتب الشافعي تحته: يداوي هواه ثم يكتم وجده ويصبر في كل الأمور ويخضع. فأخذها صاحبها وذهب بها
ثم جاءه وقد كتب تحت بيت الشافعي، فكيف يداوي والهوى قاتل الفتى، وفي كل يوم غصة يتجرع. فكتب الشافعي رحمه الله: فإن هو لم يصبر على ما أصابه فليس له شيء سوى الموت أنفع. ومن الأبيات الحكيمة المروية عن الشافعي والتي جرت مجرى الأمثال قوله: أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت، ولم تخف سوء ما يأتي به القدر، وسالمتك الليالي فاغتررت بها، وعند صفو الليالي يحدث الكدر. وقوله: ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. وقوله: لا تأس في الدنيا على فائت، وعندك الإسلام والعافية. وقوله: أكل العقاب بقوة جيف الفلا، وجني الذباب والشهد وهو ضعيف. ومن المقطوعات الشعرية الرائعة المنسوبة إلى الإمام الشافعي رضي الله عنه المقطوعات والأبيات التالية، وهي: وإن لم نستطع الجزم بصحة نسبتها كلها إليه، فإن إيرادها في سياق شعر الشافعي لا يخلو من متعة وفائدة، ولا سيما أن الكثير منها جرى مجرى الأمثال، وبعضها يكاد تتواتر نسبتها إليه، ويكاد يلمس فيها القارئ روح الشافعي وهمته وطموحه. من ذلك قوله في الحث على الارتحال في طلب المجد والرفعة: ما في المقام لذي علم وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغترب، سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجر لم يطب. والأسد لولا فراق الأرض ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب. والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عرب. والتبر كالترب ملقا في أماكنه، والعود في أرضه نوع من الحطب. فإن تقرب هذا عز مطلبه، وإن تغرب ذاك عز كالذهب. وقوله في علو الهمة والقناعة: أمطري لؤلؤا جبال سردنيب، وفيضي آبار تكرور تبرا، أنا إن عشت لست أعدم قوتا، وإذا مت لست أعدم قبرا. همتي همة الملوك، ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. وإذا ما قنعت بالقوت عمري، فلماذا أزور زيدا وعمرا. وقال في صيانة النفس والحث على الصبر والتجميل: صن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل. ولا تولين الناس إلا تجملا، نبى بك دهر أو جفاك خليل. وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول. ولا خير في ود امرئ متلون إذا الريح مالت مال حيث تميل. وما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم في النائبات قليل. وقال في الفرج بعد الشدة: ولرب نازلة يضيق بها الفتى،
ذرعا وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. وقال في عاقبة البغي: تحكموا فاستطالوا في تحكمهم، وعما قليل كأن الأمر لم يكن. لو أنصفوا أنصفوا، لكن بغوا فبغى عليهم الدهر بالأحزان والمحن. فأصبحوا ولسان الحال ينشدهم هذا بذاك، ولا عتب على الزمن. وقال في تبرئة الزمان مما يرميه به الناس من العيب: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا. وقال في ذم المن والتنفير منه: لا تحملن لمن يمن من الأنام عليك منه، واختر لنفسك حظها واصبر، فإن الصبر جنة. منن الرجال على القلوب أشد من وقع الأسنة. وقال في الحث على تجنب الهم والثقة برحمة الله ولطفه: سهرت أعين ونامت عيون لأمور تكون أو لا تكون. فادرأ الهم ما استطعت من النفس، فحملانك الهموم جنون. إن ربا كفاك بالأمس ما كان، سيكفيك في غد ما يكون. ولعل خير ما نختتم به هذا الفصل من شعر الشافعي الأبيات الآتية: وإن تقدمت فلما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت رجائي نحو عفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل، تجود وتعفو منة وتكرما. ونحن إذ نكرر مع الشافعي رحمه الله تعالى هذه الأبيات، نسأل الله لنا وله العفو والغفران، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.